السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضانكم مبارك، صحة فطوركم وصحة سحوركم. حصة جديدة وعدد جديد من حصة الفار الرياضي نتحدث فيها اليوم عن المنتخب الوطني. وددنا أن نتحدث بعد التأهل عن الإنجازات وعن التحضير لكأس العالم، لكننا نتحدث الآن بعد الإقصاء من كأس العالم، إقصاء من التأهل لكأس العالم، عن المشاكل التي تدور الآن في أروقة الفاف. الحديث عن استقالة عمارة والتي صرح بها ثم تراجع عن ذلك، ثم بقية الأمور مختلطة إلى حد بعيد. لكن قبل الحديث والنقاش يسرني أن أستضيف، أبدأ بضيفي منير بن قاسي. مرحبا منير، مرحبا بك صح فطورك. مرحبا زكريا، صح فطوركم ومرحبا بمشاهدينا الكرام. الله يسلمك. دائما محلل القناة مصطفى بسكري، صح فطورك شيخ، مرحبا بك. السلام عليكم، صح فطوركم ورمضان مبارك إن شاء الله. الله يبارك فيك. رفيق وحيد، رمضان مبارك، صح فطورك. صح فطورك، رمضان مبارك ليك زكي والحضور وكل مشاهدي قناة الوطنية. عندك طاقة. أكيد. إذا البداية أبدأ مع ضيفي منير. منير، بعد الخروج من حلم كأس العالم، المشاكل ما خدتش وقت طويل وبدأت المشاكل في أروقة الفاف، تخبط كبير على مستوى الاتحادية، ما الذي يحدث؟ والله غير بكل صراحة باش نهضروا على الفاف، مشاكل تاع الفاف زكريا ما بداتش مع إقصاء المنتخب الوطني، مشاكل الفاف بدأت بهذه التركيبة الجديدة هذه تاع الفاف، بتعيين هذا المكتب الفيدرالي، بتعيين هذا رئيس الفاف الجديد، هو والتشكيله تاعو نعرفوا كنا كيفاش تعين هذا الرئيس وكيفاش تعينوا الاعضاء اللي معاه وكيفاش كانت الايام الاولى تاع هذه التشكيله الجديده هذه، بصراعات مشاكل داخليه بين قوسين كما نقولوا بالعاميه، هذا يحفر لهذا وهذا ضد هذا وهذا يدير المشاكل لهذا، حتى استدعى الامر يدير رئيس الفاف باش يهدي الامور، دار مأدبه عشاء، عاود جمع الناس ولم الشمل باش يكلمي الحاله كما يقولوا الكلم دو جو، لكن هي هاد كما يقولوا ما كان حتى ما كلم حتى حاجه. والدليل على ذلك واش راهو يحدث دركا مع هذا المشكل الجديد هذايا، اللي انا شخصيا نعتبره كرنفال، هذا كرنفال كبير، رئيس فيدراليه في ندوه صحفيه يعلن عن استقالته وانسحابه من الفاف 3 ايام ولا 4 ايام من بعد يتراجع عن الاستقاله بسبب بسبب راه هو راه يمشي بمبدا نروحوا كاع. نعم، هذه هي، لا لا ما حبش، قال لك هو كان يستنى يروح اعضاء تاعو بطبيعه الحال يتبعوه خاطر في المكتب ديالو. نعم، هذا الشيء ما حدثش، اعضاء بقاو في تشبتوا بالمنصب تاعهم، والاكثر من هذا زادوا عينوا ان بريزيدون انتيريمير سي محمد معوش باش يتكفل بتسيير امور الفيدراليه لمده 60 يوم. نعم، هذا الامر هذا تفطل له رئيس الفاف، ما حبش يروح كبش فداء، ما حبش فوالا. نعم، تفطل له باللي حتى رئيس الفاف غلط غلطه كبيره. انا هنا برك حبيت نفتح قوس برك. تفضل، عندك قال اقواس باش قال الاقواس قال الاقواس رفيق مهم. تفضل. والله غير انا شيء اليوم حيرني رئيس الفيدراليه بالاعضاء، ما بون نقدر نقولوا ما يعرفوش القوانين. نعم، هو تفطن بعد 3 ايام ولا 4 ايام باللي راهو في الاستقاله تاعو اللي راح تدير له مشاكل كبار، اعضاء المكتب الفيدرالي اللي عينوا السي محمد معوش قانونيا ما عندهمش الحق يعينوا هذا، ما يعينوا رئيس انتيريمير وفقا للماده 17 من المرسوم التنفيذي 14330 المؤرخ 27 نوفمبر 2014، في حاله استقاله رئيس او شغور منصب أعضاء المكتب التنفيذي يستناو مدة 15 يوم باش يديروا جمعية استثنائية، تم يديروا رئيس، يختاروا رئيس من بين النواب. نعم، باش يسير أمور الفيدرالية، وهذا الشيء ما حدثش. لا 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 ماشي، لا ما يستناوش 15 يوم. لا سي، يستناو 15 يوم. لو دوكري 14330 تاع الاتحادات الرياضية الوطنية منير، واضح المادة 17 تاع لي ستاتيوتي باك تهضر على القانون الأساسي النموذجي اللي تمشي به الفيدراسيون. دونك لارتيكل 17 واش يقول لك؟ في حال شغور المنصب او استقاله الرئيس، المكتب التنفيذي هو استقاله الرئيس، لا يتحدث عن استقاله الرئيس والمكتب، نعم، استقاله الرئيس نعم، على المكتب التنفيذي، كاين نيونس هنايا،
خلال 15 يوم il faut pas dépasser les délais de 15 jours. Voilà, هذه مش حبيت نقول. لا دقيقه برك خلال 15 يوم il constate, il faut pas dépasser. هما هما soi-disant ils ont constaté le jour même parce que استدعاهم لاجتماع طارئ للمكتب الفيدرالي يعني كانوا مجتمعين. وأعلن استقالته أمامهم. صافا دير لو كونستاف داروه. تسمى اللي تي دون لي نورم. إيه اللي كان عندهم 15 ما ديباسيوش لي 15 جور. إيه يعني يمكن إنه رئيس. تنجم يكون نهار تنجم يكون 14 يوم. يمكن إنه زعما شرف الدين أعلن استقالته دون استدعاء المكتب الفيدرالي. أو حدث شغل المنصب قال أنا ما نوليش. يستناو 15 يوم. ماكسيموم pour constater la vacance. هما كونستاتوها في الدقيقة الأولى. راهم في الأعراف الإدارة وعينوا الانتريمار يقول لك في المرسوم التنفيذي من الإشغال تقول لك يكون نائب الرئيس. نائب الرئيس. أو إذا ما كانش نائب يكون عضو المكتب الفيدرالي الأكبر سنا هو اللي يكون رئيس بالنيابة وعليه أكبر سنا هذا هو هو نائب الرئيس. هذا هو الكريتير. الكريتير تاع لي ستاتيو تيب. ليستاتيب يقول لك سما لازم يكون الكبير هو اللي لو فيس بريزيدون ماشي لا كومبيتونس نو 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 ماشي في هذه الحاله هما ما يتكلموا على 60 يوم يتكلموا على اعاده تشريع للمكتب يقول لك باش يكونوا في لينور يقول لك لو استقال الرئيس توتا في نورمال النائب تاعو النائب الاول هو النائب والمشرع معليش النائب والنائب هما خير النائب المشرع يروح ابعد من ذلك يقول لك ربما في اتحاديه ما يكونش نائب يقول أكبر سنة. يكون عضو فيدرالي ويقول لك كيفاش نخيروا العضو الفيدرالي في هذيك الحاله باش يحضر باش مسار صراعات يقول لك الاكبر سنا سيحضر الا لجمعيه عامه استثنائيه وفي جدول الاعمال نقطه واحده وهي انتخابات هذا اللي صرا في الاجتماع تما يعني توفروا فيه الشرطين لا فاكونس ايزون كونستاتي بحضور الرئيس وداروا معوش داروا الاجراءات وثم رئيس الاتحاد تراجع نعطيك واحد السؤال في زوج يعني محمد معوش نعرفه يعني بدون الحديث عن يعني كما نقول التاريخ ديالو لماذا محمد معوش هو نائب الرئيس لماذا عطاو له هذا الثقل وانا لحقنا السيتوياسيون اللي راح يتحمل الضغط ما يقدرش يتحمله لا علاش داروا محمد معوش لانه طبقوا القانون لا ماشي درك علاش داروه نائب رئيس داروه هو شرفين ما خموش يجوا في مشكل كيما هذا شرفين خير شنو دو فيس بريزيدون جونس بن حمزه ومعوش شرفين خير فيس بريزيدون سيتو على ما تعطيهالوش لا ماشي كان جاي شرفي لكن نائب رئيس يكون عنده مهام يعني يتحملوا يعني في 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 اللاج ديالو هو عضو او عضو في المكتب على كل حال يعني على كل حال وما المانع انك تعطي له منصب مانع ولكن يعني النائب رئيس فيه ضغط فيه لازم يتحملوا واحد ولكن هذا موش ضغط كبير يعني كاين مع لي مبر فيديرو اللي حيحضر جمعيه عامه على بالنا بلي كاين مع اللي حيحضروا شرفين هو نائب رئيس لكن اقل شيء شفنا حمله السخريه اللي تعرض لها شفت حملة السخرية اللي داروه في تهجموا عليه كاين ناس ما تعرفوش كاين ناس سخروا منه يعني حطوه في موقف محرج يعني التاريخ تاعو اختزلوه في الا شفتي لا طالعت شيخ على حملة السخرية ولا غير عيب كبير اذا اتتك ما ذمتي من ناقص فاعلم باني كامل في تلكم شهادة انني كامل انا ما تبعش لي ريزو سوسيال دوك انت صايت كريتيكي بلا ما تعرفوا لي سيمبول كي تلحقت الدنيا لي سيمبول ما ناخذش ما ناخذوش معايا عندك مخبي مول الفيسبوك ما ناخذوش معايا ولكن منير سمحت لي هنا كاين بلا ما نتكلموا على الاعضاء في حد ذاتهم باش نطبقوا القانون نطبقوا كل القانون وليس نصف القانون هناك ثغره قانونيه هناك فارق قانوني المشرع ربما لم ينتبه لهذا عندك دي ستاتوي تاع لا فيدراسيون جين دو فوتبول اللي من المفروض يقول لك القانون الاساسي الاتحاديه اي سون ريجي بار لا لوا سور لي اسوسياسيون سور لي سبور اي لو دوكري 1460 سور لي فيدراسيون سبورتيف ناسيونال اي لي ستاتوي دو لا فيفا يعني كل القانون الاساسي تاع لا فاف خذاوه من القوانين الجمهوريه سي سا في لي ستاتوي دو لا فيدراسيون دو فوتبول يقول لك سي تان سكوريتان دو ليست يعني انتخابات باش يجي بالقائمه رئيس يجيب قائمه تاعو ماشي يلقى الرئيس وحده والاعضاء المكتب الفيدرالي ترشحوا وحدهم لا هو يجيب ليكيب تاعو بمعنى ليكيب نجيب انا رئيس نترشح كرئيس ونجيب ليكيب تاعي هذا في ستاتيو دو لا فيدراسيون ولكن في المشرع في القانون في المرسوم التنفيذي 1430 في ستاتيو تيب يتكلم في حال شغل المنصب يتكلم الا على الرئيس يقول لك في الارتيكل 17 من ستاتيو تيب تاع المرسوم التنفيذي 1430 يقول لك على يعني نائب الرئيس اللي يكون بالنيابه يحضر لجمعيه عامه استثنائيه في غضون 60 يوم فبا ديباسي لي 60 جور يحضر جمعيه عامه استثنائيه وليس انتخابيه هي نيونس نيونس لان انتخابيه كل اربع سنوات جمعيه عامه استثنائيه وفي جدول الاعمال نقطه واحده هي انتخابات وعلى الرئيس الجديد الى الرئيس
يجي يكمل لو موندا تاع السابق تاعو يكمل لو موندا اولمبيك لو موندا اولمبيك يفهم انه في حال استقاله شرف الدين وحتى لو كان جاب قائمه يفهم انه الاعضاء اللي معه ما يستقيلوش ليسوا مجبرين على الاستقاله هذه الثغره ولكن اللي راح يجي من بعد كي نديروا انتخابات عنده الحق يخير يقول كان نجيب القائمه وهنا هنا المشكله هنا الصدام راح يصرى واش نطبقوا المرسوم التنفيذي اللي لا فيدراسيون تمشي عليه ولا نطبقوا لي ستاتيو لا فيدراسيون دو فوتبول هي اخلاقيا من المفروض انهم يستقيلوا لانهم جاوا بونزيليكي بفورمي يونيكي اللي جابهم رئيس الاتحاد ورئيس الاتحاد استقال ثم تراجع اعترافا بالفشل راح لم يتراجع حتى يبقى رئيسا للاتحاد تراجع لارغامهم على الرحيل لست ادري لماذا قال انا لو موندا اولمبيك عطاه لي عطاته للجمعيه العامه نعاود نروح للجمعيه العامه كي تروح للجمعيه العامه تروح بالكيب تاعك اذا الجمعيه العامه قبل الاستقاله هما يروحوا معاه ولكن اليوم المشكل في هذه البلاد في الجزائر هذه وانا مانيش فاهم لي بوفوار بوبليك وراهم السلطات العموميه أشاك فان نتكلموا على القوانين هل لنا أن نطبق جزء من القانون أو نطبق ما يحلو لنا من القانون ونتخلى عن الجوانب التي لا تخدمنا من القوانين إذا كان عمار بهلول وياسين بن حمزة ورشيد أوكالي وجيلالي طويل لم حابين وربما يبقوا في البيرو فيدرال وبهلول سمعته يتكلم شوف دي باساج عند أصحابنا في ويتكلم على انه وعنده كلمه حق يراد بها باطل يقول ان القانون ما يمنعنيش ما يفرضش عليا نستقيل كي يستقيل الرئيس هذا حقيقه ويقول هذه قوانين الجمهوريه طيب يا سي عمار يستعمل قوانين الجمهوريه غير في الصالح ليس وقانون التنافي والمرسوم التنفيذي 2160 التنافي واش يقول لك من كان يحوز على وظيفه انتخابيه ويترشح لوظيفة انتخابية أخرى سواء كان رئيسا أو عضو مكتب عليه حين يودع ملف ترشحه للوظيفة الانتخابية الثانية أن يقدم تعهدا بالتنحي عن من الوظيفة الانتخابية الأولى في غضون 30 يوما من تاريخ انتخابه من تاريخ فوزه بالوظيفة الانتخابية الثانية ويقول لك في هذه في المادة 7 من المرسوم التنفيذي الخاص بالتنافي تاع 2160 اللي عدلوا سيدي علي خالدي هو كان بكري 15340 عدلوا سيدي علي خالدي عليه بكري التنافي كان بوست بور بوست رئيس مع رئيس وعضو مع عضو يعني تكون رئيس رابطه ولائيه تقدر تكون عضو مكتب فيدرالي ولكن دوك فوق سيدي علي خالدي رد التنافي نحى لي بوست تكون عضو تولي رئيس سي لا ميم شوز وظيفه انتخابيه في نفس الماده 7 المشرع يواصل واش يقول لك في حال عدم يعني التزام المترشح هذا اللي فاز بوظيفة انتخابية ثانية ما استقاش من المنصب تاعو الوظيفة الانتخابية الأولى إلي باسيب دو غادياسيون هو مهدد بالشطر من الحركة الرياضية مدى الحياة وفي المدى مدى الحياة في المدى الثامنة وش يقول لك القانون الجزائري اليوم اللي تغاضوا عليه اليوم متكلموش عليه يتكلم على الجانب اللي ساعده عمر بن يقول لك على مصالح وزارة الشباب والرياضة أن تسعر على تطبيق أحكام هذا القانون الوزارة في عهد خالدي ما طبقتوش دارت القانون وجاز على البرلمان وما طبقتوش فات شهر كي جا سبقاك صاب الورق عدنا قعدوا واسمو اخذ ورد رئيس الاتحاد انسحب من شباب الوزداد انسحب ومشى وغوتي خير راح لا ليغ تاع ام باقي ولو انه غوتي هو اقل ضررا عكس هو القانون يقول لك شوازي القانون يقول لك تخلي الاولانيه تعهد باش تخلي الاولى ماشي كي تلحق تقول تخمم نقعد هنا ولا هنا لا ولكن على الاقل احتفظ بوظيفه انتخابيه واحده رئيس الاتحاد ماهوش هو المطالب انه يفرض عليهم يتنحاو من الوظيفه هو كيفهم من يسهل على تطبيق القانون واحترامه هي مصالح وزاره الشباب والرياضه الوزاره ما دارتش كي جا سبقاك وصاب الوضع على ما هو عليه اعطى لهم مهله اخرى حتى 30 سبتمبر وماشي من حقه لوجيكمون يطبق القانون راديياسيون عطى لهم المهله ما ريسبكتوهاش وحتى اليوم راح نقول اون اني باسكو هما طلعوا لو 15 افريل لو 15 مي لو 16 مي خلاص 15 مي 30 جور 16 مي 31 يوم لوجيكمون يسو رادي خلاص سي بون عطى لهم المهله وتحجوا قال كورونا ما نقدرش نجتمعوا كل مره كينسبها وحتى اليوم راهم في حاله غير قانونيه وغير شرعيه وكل الاجتماعات اللي جات في 16 مي لليوم هذا وشاركوا فيها هذه غير قانونيه لانهم من المفروض راهم ضد القانون راهم في وظيفتين انتخابيتين ومع ذلك مازالهم في لا فيدراسيون وعندهم يعني صحه الوجه يتكلموا على قوانين الجمهوريه تحكك بالقانون لما تجي في جنابه هذه عندك 4 يسون غادي
الخامس قاسمي غاب على عدة اجتماعات المكتب الفيدرالي بدون سبب. وما يقول لك ما قالوش تروا، يقولوا ريبيتيشن. ولكن عنده بزاف ما جاش. صافي خمسة، شوف رئيس الاتحاد ستة، كونسي تحوسي بسبعة. والمكتب الفيدرالي في المادة 19 من القانون، الأساسي النموذجي جوبونس 19، المكتب الفيدرالي تكون من 7 إلى 13 عضو. لو يهبطوا تحت 7 أعضاء سي بون، مابقاش مكتب فيدرالي. مكتب فيدرالي نعم تفكك تفكك. والحل الأخير اللي يقدروا يديروه نو سولمون لا قادر الوزارة تفرض عليهم لا راديياسيون، هاد الناس اللي راهم حابين يقعدوا. أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا. ولا يروحوا لجمعة عامة عادية كما يقول الأرتيكل 29 تاع لو 14330 في لي ستاتيوتيب بيان سور ستاتيوتيب، يقول لك في الجمعية العامة العادية لو يتم رفض الحصيلة المالية أو الحصيلة الأدبية أو الحصيلتين مع بعد يسقط المكتب الفيدرالي بالرئيس وأعضاء المكتب. إذا سنعود سأعود إليكم بهذا الخصوص. نتحدث عن الجانب الفني. شيخ المنتخب الوطني صحيح أقصي من تأهل كأس العالم، لكن هناك استحقاقات قادمة من بينها تصفية كأس أمم أفريقيا 2023. المنتخب الآن ما كفاتوش صدمة الإقصاء، الآن صدمة أخرى وهذا الفوضى. أكيد الفوضى ما تخدم المنتخب الوطني الجزائري. بالطبع، لأن اليوم كان من المفروض تكون فيه حوصلة، تكون فيه يعني تحليل كل ما جرى من كأس إفريقيا إلى الإقصاء في كأس العالم. لابد يكون فيه تحليل تقني، تحليل الأمور اللي مشات اللي ما مشاتش، وين يعني الحصة الماضية، وين رفيق يعني دار حوصلة عدة نقاط اللي يعني صحيحة، يعني كيفاش يعني اللاعبين كيفاش تدعى، واللي كان يعني لو تورنوفر ماشي في ليكيب تيب بوكو بلوس، اللي كانوا كيما نقولوا دي سوبليون اللي كانوا يروحوا ويولوا بدا، مي ليكيب تيب قعدت هي ما كانش ان غران شانجمون بوندون تقريبا 3 ans et demi. لي هاد الامور الان اليوم هاد الامور اللي سايره في اتحاديه ولا ما راح تزيد الا تعقد الامور تاع الفريق الوطني، وان شاء الله ما ندخلوش في ازمه يعني كبيره، لان التصفيات راهي عند كيما نقول لك ماهيش بعيده. اي جوان اللي راهو اليوم، لان باش تبريباري جوان سي 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 اليوم، لان اليوم ما راهش الا ليكيب ناسيونال، ماهيش الا الفريق الوطني، لان الكره الوطنيه اللي اليوم راهي كيما نقول لك يتيمه، واحد ما راهو يخمم عليها، واحد ما راهو دار لها كيما يقول لك مشروع تاع باش نصلحوا هذه الامور، لان الامور التقنيه راه يعني تحت المتوسط بزاف. رانا نشوفوا امور اللي ما راهيش في المستوى. نعم. رغم ان رانا نشوفوا يعني مشكورين كثير يعني شباب الوزداد ووفاق سطيف اللي لحقوا نجم نقولوا الربع النهائي هدايا. ولو كانت الامور احسن من هذا الشيء الفريقين يكونوا طموحين حتى للقب. نعم. وعلى كما نقول لك علاش ما تكونش اذا كانت الامور يعني متساويه من كل النواحي. هذه اليوم اذا تحوس تدير مشروع كروي في هنا في الجزائر، ما راهيش الا الفريق الوطني. الفريق الوطني خلاص عنده كل الامكانيات، عنده كل الامور، ورغم هذا الشيء هذا يعني حتى المشاكل يعني التافهه لحقاته. هذا هو الامر اللي راهو. اما الكره الوطنيه اليوم واش حابين نديروا بهذه الكره القدم؟ واش رانا حابين نديروا به؟ خلينا من الفريق الوطني. الفريق الوطني عنده المدرب ديالو اللي كيما يقول لك نتمناو كيما يقول لك يديروا التحاليل تاعهم ولا، ومن بعد كيما يقول لك يسيبوا الحل لازم لي باش يعني يقعد يكمل المسيره تاعو، لان ماشي كاين حديث عن عن عن, عن استقاله، ولكن ان شاء الله كيما يقول لك يعني بكل موضوعيه. نعم. يعني 3 سنين ونص تقريبا 3 سنين ونص ويعمل ولا. نعم. شوفوا الامور الايجابيه اللي. نعم. دارت، علاش نحوسوا الا على التقني والجانب الفني؟ نعم. بالطبع، يعني لما كيفاش كانت الفريق الوطني رحنا جبنا هذه الامور. نعم. كانت مور 2019 يعني الامور كانت لاباس بها. نعم. ومن بعد بدات الامور ونصلحوا بعض الامور هذه. نعم. يعني هو اضراب الامور اللي لازم يتصلحوا. نعم. يعني الطاقم، لكن في غضون هذه الفوضى والغموض راح يتعطل العمل. بالطبع يعني، ولهذا لازم الانسان يحضن على الفريق الوطني. نعم. ولكن انا اللي يهمني واش اللي يهمني علاش نلعبوا البطوله هذه واش. نعم. حبينا نديروا بها. نعم. يعني الامور اللي لازم يعني اليوم لازم تطبيق القانون. نعم. يعني تطبيق القانون، خليونا من هذا كيما يقول الانسان هذا فريق كذا، هذا فريق عارق. نعم. هذا فريق ربح يربح بصحته، بصح اليوم حقيقه اليوم وين راهي؟ نعم. كيفاش راهي الكره راهي تمشي؟ كيفاش راهي كيما يقول لك من الناحيه التقنيه؟ هل رانا نديروا تحاليل على البطوله الوطنيه لما تخلص البطوله خلاص غلق الاخر روح عاود ولي ودائر بلوتي لا ميم شوز، نحي لي جوار جيب لي جوار، هذا هو الفوتبول. نشوفوا الاخطاء ما نصحوهم ما نتعلموا من الفوتبول تكنيك. اليوم رانا نتكلموا الا على كره القدم، مش من كره القدم رانا نتكلموا عليها، رانا نتكلموا على الاكابر.
نعم. ثم شغل هادوما هاد اللاعبين راهم يجوا تو سويت سي الاكابر الواجهه. ماشي الواجهه يعني ديريكتومون سينيور. تسمى هادو سينيور يعني يبدا سينيور ديالك. فوالا هنا الفوتبول مازال ما فهموش حاجه واحده. علاش يقول لك ليدوكاسيون فيزيك التربيه البدنيه. التربيه يعني تي فا ايدوكي كيما نقول لك لونفون هذايا سو لو بلون دابور هومان اي سو لو بلون يعني فيزيك كيفاش يخدم المراحل ديالو. نفس الشيء اللي واحد راح يجوز الباك شنتا واحد ما يروحش كاع للمسيدي يلحق 18 راح يجوز الباك كاش كيفاش لازم يجوز مراحل لازم يجوز عليهم لازم يجوز على المراحل ديالك الابتدائي المتوسط والثانوي باش تروح للجامعه. هادو هما الامور. نفس الشيء اللي في كره القدم عندك الطفل اللي كيما نقول بالمراحل تاعو ما بين الطفل والطفوله كيفاش راح تتعامل معاه المراحل ديالو يعني المراهقه السن اللي تدخل فيه قبل البلوغ الامور هذوما كيفاش راح تتعامل معاه كيفاش راح تعطي له الحجم الساعي تاعو اللي باش يدرب فيها حنا راهم كيما يقول كي سون ديفيسيتير لي جوار تاعنا. ناخذ لك الكلمه يريقلي لك ان بروبليم تكنيك نعاود نقول اي تفضل. نخرجوا من التقني خلوا له التقني. رفيق لو نبقاو في 60 يوم بدون رئيس اتحاد ما هي التبعات التي تعود على المنتخب الوطني يعني جانب سلبي؟ هي القانون يقول لك دون لي 60 جور يعني المفروض نسرعوا باش نديروا اتحاديه كيما سرعوا قبل 15 يوم يسرعوا يعني زدت شي راح في لو كي لو 5 افريل 2021 لو 15 افريل درنا ديزيليكسيون 10 ايام كاين اللي يقول لك 60 جور فما ارتيك تاع الفيدراسيون تاع الوراكي راح يقول لك بعمر 60 يوم دا 61 دا 59 بصح لا دون لي 60 جور دير واسمو دير جمعيه عامه استثنائيه ودير رئيس لانه عندك جوان لازم نطويو صفحه المونتاج فيني ما نحبسوش هنا عندنا استحقاقات مقبله عندنا استحقاقات مقبله لذلك من مصلحه الكره الجزائريه اليوم اولا نديروا رئيس ومكتب جديدين في اسرع وقت ويجب تطبيق القانون على الاعضاء اللي ما مش حابين يروحوا يعني سيفري كاين فرق قانوني لو نخلوا يعني لا فيداسيون نوطاج اليوم راح يكون تداعيات وخيمه على الكره الجزائريه وعلى المنتخب الجزائري اليوم لازم تكون اراده سياسيه اللي راه في البيرو فيدرال اليوم وعلى بالك اش جاو في بطريقه ما نقول غير ديمقراطيه كان كومبرومي اللي كان فيه نهار اللي كان المدرب الوطني ما حبش يروح زتشي ومن بعد زتشي يفالي يروح ومن بعد كان صادي عنتر يحيى هو رفض كان مشاكل جابوه وقطع صرف جابوه عمارة شرف الدين وهذه طريقة غير مقبولة. يجب اليوم مع لي شاك تاع لا كوب دي موند لازم نفكروا وقلتها شحال من مرة نفكروا ليس في تعيين رئيس ولا مكتب فيدرالي الو لا نبقى بهاد الناس عديد منهم انتهازيين والملف تاعهم سوداء في الرابطات ديالهم وحابين ياخذوا الفوتبول ونوطاج ما يقدموا والو يتضاربوا باش يقعدوا بوس هو متطوع بصح دوناري في ديشير اليوم الدولة لازم تفيق ودير اون استراتيجية رياضية دولية ما نحبسوش عند ليليميناسيون. لماذا أقصينا إذا كان قصامة جا وخسرنا ونحن المونديال ما الذي أوصلنا إلى هذه الوضعية؟ ما يحدث في الكاف والفيفا هي علاقة مصالح البقاء للأقوى اللوبينغ لو يصرى في نيفو دو لاكاف هو اللي خلانا اليوم اخر الناس في الكاف. لو اليوم نفكر نديروا رئيس فقط وباش تمشي العجله والمدرب الوطني نعطيو كامل مويا سو بلون لوكال نعاودوا نطيحوا في نفس الاخطاء أو أكثر. كل ما يكبر لونجو كل ما يتبدل الصراعات كل ما تبدا التكتلات وتصيب روحك في نهايه الامر اون اني دو زاني ابري سي براف دون لو ميم بروبليم. لذلك اليوم ما لازمش ندير ان اوتر فو ديبار. الدوله لازم تتدخل ولازم دير الاستراتيجي تاعها ولازم اليوم نقول لك لو شوا سي فري لازم انتخابات وعلى الاقل يكون من بين العناصر اللي تترشح يكون رجل فيه كل المواصفات نفس المواصفات اللي عنده محمد الروراوا. لكن واش كان ينقصوا سي لا في دو روت تاع الدوله ما تحتاجه الدوله من الهيئات من الناحيه الرياضيه وغير الرياضيه. لو يغيب دور الدوله هنقول لك اليوم راح نستنسخ نفس التجارب الفاشلة. لأنه لو وصل الأمر اليوم ديروا بوز وشوفوا لو وصل الأمر رئيس رابطة ودائية والفوتبول ما كاش ما يكزيستيش الفوتبول هو يديسيدي في الفوتبول نصرنا في جمعية عامة ثم يتحدى الدولة مثل ما تحدها خير دي زتشي بقضية الفيفا اللي تشفاو تدخل الفيفا يهددوا في الدولة الدولة ولا تتهدد نيمبورت كي ولا يجي هدد الدولة بدليل أنه شو يحدث هنا ما حابينش يروحوا. لو تبقى يعني المؤشرات اللي يقدمها بهلول
وكالي وهذا جيلالي طويل والجماعه اللي مهلا كما كان خير نزاتش يقدمها يهددوا الدوله والدوله تكون عاجزه امامهم مؤشرات ماشي منيحه للراي العام الجزائري على انه الدوله ضعيفه امام ثله من المنتخبين اللي اثروا على الفوتبول الجزائري ما قدموا ولا اضافه للفوتبول الجزائري وين نشوفوا الجيران شوفوا وين لحقوا وفهموا عندهم لي سون دو فورماسيون تونس المغرب ومصر شوف كيش طوروا الكره المحليه كيش لي انستونس هما يتحكموا في لاكاف شوف اللي راهم في لافيفا شوف يعني تسارع يعني التطور تاع دول الجيران وين احنا بقينا ديزافراسيتي ما كاش نفس الانتهازيين الكلام الشعبوي اصحاب المصالح هما الذين يعني يسيطرون على المنظومه الكرويه وحاربه الكفاء والنزهاء من الناس واليوم الفوضى العارمه اللي ولات وكل واحد يدير واش حب في الفوتبول الجزائري لذلك فاصل. تبقى الدوله هي اليوم اللي تحدد مصير منعرج خطير اليوم ومهم تعيش الكره الجزائريه اما ان نكون او لا نكون او لا نكون اذا شكرا فاصل ثم نواصل مرحبا بكم مجددا اذا شيخ اخذت منك الكلمه قبل قليل واش انا حابين نديروا بالفوتبول هذا واش انا نسناو منه خاصه البطوله المحليه بالطبع هذا هو نظن الا حبينا نطوروا كره القدم من جانب يعني باش نقدروا كما نقول لك نقابلوا من ناحيه الدوليه على الاقل من في القاره ديالنا باش نكونوا من احسن الانديه لعبوا ده اول شيء اللي لازم يندار وهذا عمره ما ندار هي الحوصله من الناحيه التقنيه لان لما تخلص بطوله علاش رانا نديروا البطوله لاي شيء رانا نديروا هذه البطوله هذه اذا ما يكونش فيها يعني لاعبين اللي ينشطوا في الفريق الوطني الف ما نتكلموش على المحليين لان المحليين انا مازال ما شفتش انا بطوله اوروبيه تاع المحليين هذه يعني باش يقول لك لا نمدوا كاين شونس واش راح تمد خدم اخدم كما يخدموا الاجناس اللي عندهم كما يقول لك معايير اللي يخدموا بها لان اليوم اذا حبيت تدير مشروع رياضي المشروع الرياضي ما فيهش 20 حاجه فيه كيما تروازاكس ولا تروا بوان ريزيسونسيال عندك الموارد البشريه يعني الموارد البشريه اللي لازم تكون عندك الكفاءه اللازمه هذه الاولى عندك الشيء الثاني عندك الموارد الماليه اللي باش تسير هذا الامر اللي حبيت تدير المشروع والثالث وين راح تخدم هذه المنشآت الرياضيه وين راح تدرب لان الطفل اليوم الى يبدا السن تاعه مبكر 10 سنوات و10 سنوات راه متاخر لان اليوم راه كيما قلت التفطن في الرياضه في كره القدم لي فايون فوتبول اللي يبداوه في 6 سنوات يبدا يعني يمارس يعني النشاط الرياضي بكره القدم يعني بوسائل مختلفه يعني بمناهج مختلفه ولما يلحق العشر سنين يبداو كيما قلت قاعده كره القدم كيفاش يعني راح هذا الطفل نوجدوه لي باش غدوه لما يلحق 13 14 15 سنه ما قبل التكوين يعني لا بري فورماسيون ومن بعد لما يدخل في لا فورماسيون كل هاد الامور اللي لازم توجد انت اللاعب ديالك وهما الانديه هما اللي لازم يواسيوها ماشي الاتحاديه اللي تواسيها الانديه اللي لازم هما هذا هو الدور تاعهم الدور تاعهم لان اذا باش راني عندي فريق وراني نتعب عليه ويعني نسهر عليه هاد الامور كامل لماش عندنا الانصار تاعو بالطبع راهم يتبعوا الفريق تاعهم ولا الانصار كانوا دائما وراء الفرق تاعهم ولكن اليوم الان الانديه واش هذا المشروع اللي راح تواسيه انت هل عندك مشروع هذا هو يعني الشيء المؤسف جدا وهذا كامل التنسيق تاعو بالمديريه التقنيه الوطنيه اللي ماشي المدير التقني مديريه لان لا يكون فيها فريق هذا اللي كل واحد مختص ويكونوا في عده مناطق في البلاد باش ما ننساوش وما يروحوناش لان في الانتقاء الرياضي شحال من لعاب يعني اللي في الطريق بحرناهم واللي كانوا يعني في مستوى كان ربما يلحقوا يكونوا مستوى عالي جدا هذوما الامور اللي الانسان يوجدهم باش انت يكون عندك كره قدم تنافسيه حتى في الشبان لان اليوم مش نشوفوا في الشبان ولا وراهم يعني الفرق اللي هم يشاركوا اللي كما كانوا يشاركوا بصفه منتظمه في الدورات في اوروبا لبعض الانديه اللي كانوا يروحوا من تما كما يقول لي الانسان اللاعب الشاب يشوف الامكانيات راهو يلعب ضد ريال مدريد ضد برشلونه ضد ارسنال ضد مانشستر يونايتد كاين دي تورنوا اللي كما يقول لك اللي فيه تقريبا 70 80 فريق وتلعب تما وتلعب وتشوف الامكانيات تاعك انت كفريق يعني كلاعب
كل هذا الامور راح تصب ايجابي على الطفل. نعم. لانه يزيد يتحمس، يقول لك ربما يكون عندي مستوى ونروح نلعب في هذيك يعني في اوروبا. نعم. وهذا يعني حافز. اليوم هذه الامور كم راهي غايبه مغيبه، واش راه هذا؟ نعم. اليوم وين راهي هذه الكره الجزائريه تاعنا الوطنيه؟ نعم. يعني الكره المحليه وين راهي؟ حديثكم عن المديريه، هناك علاقه اكيد بالبطوله، لكن ما هي العلاقه المباشره المغيبه بين المديريه والبطوله الوطنيه خاصه مع الرابطه الوطنيه؟ اولا نسقسيو هل كيف هل فيها علاقه جوستمون؟ نظن انا نظن يعني البطوله شيء تقنيه. نعم. لازم تتقيمها من ناحيه تقنيه. وين راهي يعني كيما نقول لك لا ديريكسيون تكنيك هنا وين راهي؟ عمرنا ما درنا كيما نقول لك حوصله على البطوله، وخاصه تاع الشبان. في الشبان يعني راهي كارثه. كاين بعض الاحيان ما يروحوش، ما يتنقلوش من باكي، ما يقول لك باش يروحوا يلعبوا ويجيبوا يعني. المهم تجيب واسمو لا في دو ماتش كوم كوراك لعبت، المهم باش ما ينحيوش النقاط. علاش؟ ريزولتا قال ما جيناش نروحوا ديروا بلي ربحتونا وخلاص. لي جون كان في ماتش تاع لي جون اللي جاك ولا نهار اسمه بريمي جو تاع رمضان تاع 8 ولا 9 ومام فاش لي بروجيكتور ماتش الدراسه، ايام الدراسه يعني كي دير ان ديبلاسمون كان سياسي تروح لقسنطينة هذيك اللي لا ريزيرف صافي دي بوسي الناس يكون فيها تسرب مدرسي. نعم. تو دي بلاس تي في دو جو حتى لو سيستم، حتى لو سيستم ماشي نورمال. نعم. حتى يعني واسمو كيما لو سيستم دو كومبيتيسيون نيفو دي جون فوك سا شونج، فوك سا شونج باسكو كاين دي بول دو ديفلوبمون. عندك هنا في في في, في العاصمه مثلا عندك فرق اللي هي عندهم من الناحيه التكوينيه عندهم كيما يقول لك المكانه تاعهم باش يلعبوا مع الفرق تاع الدرجه الاولى. شكون يديروا لي بول دو ديفلوبمون اللي يحدوهم والمراكز؟ سي سي لا ديريكسيون تكنيك والكولاج تكنيك وسي اي لا ديريكسيون تكنيك اون كولابوراسيون مع الكولاج تكنيك ناسيونال. هذه هي. وزيد كيما يقول لك كاين بعض اللي كانوا مدارس اللي كانوا يخرجوا لك لاعبين، لو نشوفوا في يعني في في في, في الشرق الاخر وين راهي قالمه؟ القل. وين راهي القل؟ نعم. لا يعني اللي كانوا يخرجوا لك لاعبين يعني ذوي مستوى عالي. الغرب ما نتكلموش على الغرب باسكو كان نبداو نهضروا ما نكملوش، لان غريزان انا جودي انا واش نقول كان يمدوا عده لاعبين للرابطه الاولى في مختلف الانديه. نعم. الفريق المشهور يعني جمعيت في اللاعبين يعني من جهه الغرب يعني كيما نقول لك تروح يعني بلا ما تشوف ترفد تجيب تصيب لاعب. نعم. يعني هاد لي بول دو ديفلوبمون شكون اللي راح يتابعهم؟ ماشي الفرق برك. عندك واسمو لي ديريكسيون تكنيك ريجونال، عندك واسمو ديريكسيون تكنيك دو ولايه، وهذا كامل لازم يكون فيه تنسيق. لان فيه عامل شونتي راه كبير. عندك حتى من ناحيه كيما السود، السود كاع رانا ناسينو. نعم. السود رانا ناسينو، ورانا نشوفوا باللي من ذاك كاين لاعبين وماشي من اليوم. عندنا لاعبين تقريبا 20 25 سنه اللي كانوا في الفريق الوطني. نعم. منهم كاين غولا اللي كان في الفريق حسن غولا. نعم. حسن غولا. نعم. عندك اليوم اللي راهو عندك واسمو بوداوي، وعندك اللي خارجين انا الاب تاع كيما نقولوا احنا واسمو زرابي. زرابي رؤوف. الاب. نعم. لا الاب تاع الاخرين فيسكيز بعد ولادو. نعم. هذوك نفس الشيء. نعم. يعني كاين نتكلموا كيما يقول لك على اللاعبين موجودين، وشنو هو النظام التنظيف الانديه. نعم. لابد وزيد اون بليس دو سا لابد كيما يقول لك تحمي المدربين، خاصة المدربين تاع الشبان اللي اليوم لازم كيما تفرض على الأندية باش دير له كيما نقول لك واسمو أن كونترا اللي يحميه، لأن المدربين في أونيفو دي جون راهم كيما كيعانيوا معاناة كبيرة وكبيرة جدا. نعم. كان اللي يخدموا 5 6 سنين ما يخلصش. نعم. سنعود لهذه النقطة. رفيق، أنت كنت أجريت حوار مع شرف عمارة شرف الدين، تحدثت عن اتصاله بانفانتينو، يعني ماذا بك تعطينا بعض التفاصيل باش نعود لمونير؟ لا هو الحوار صدر اليوم ودرناه في الموقع يعني جوست يعني فلافي جوست مون بوكلاج. كان يعني درت فيه انا خطا باسكو كان حوار طويل، وانا يعني ما كانش محضر ندير له حوار. نعم. تكلمت معاه بعد ولا فيه حوار، كاين واحد الباساج هو قال لي بلي يقال سمعنا بلي يقولوا الفار تاع لاكسيون الاولى تاع كابون توقف كان البال 3 دقائق. هو قال لي يقال، لكن ماشي لا ريبونس تاعو واحد اخرى. نعم. قال لك يشاع انه توقف، لكن انا ما نقدرش نقول لك يشاع، ولكن هما راحوا لا فيفا اللي اعتمداتو يعني. نعم. هو ما عندهمش، قال لك ما عندناش دخل في الفار يعني لو باساج دي دوه كالكو سيت في الديبي ماهوش هذاك لا ريبونس تاعو. نهار يكتفي سا يقول لك انا ما عندناش دخل
في لافار يعني. احنا رحنا لافيفا وسي بون معتمدين بلافيفا ما عندوش مشكل وما على بالوش اسكو الفار عنده مشكله ما عندوش مشكل. مي قال لك لا ويمكن ان اجزم بذلك ولانه احنا كي رحنا لافيفا هما اقترحوا لنا الشركه تاع اللي دير لافار هذه وحده. ثاني يقول لك تواصل معايا اتصل به رئيس الاتحاد الدولي انفانتينو نهار اللي اعلن الاستقاله تاعو. قال لك اتصل به انفانتينو وموتسيبي رئيس الكاف سامورا الامين العام للفيفا وامين عام لاكاف. انفانتينو قال له لماذا استقلت؟ ربما كان يبحث انفانتينو كان فيه ضغط هو ما هو شرف الدين بس ما قال لك ما قاليش اسكو الدوله ضغطت عليك وما فهمش هذا الكلام من عنده. يعني قال لك سالني لماذا يعني بسبب مباراه في كره القدم تستقيل. هو قال لنا قلت له الضغط الجماهيري كان كبير يعني الصدمه كانت كبيره جدا لاننا لم نتاهل للمونديال فوجدت نفسي مضطرا للاستقاله تحت ضغط الجماهير وليس السلطه ولا قال الضغط ما تحملوش. انفانتينو قال له فكر وطريت يعني الاقصاء ليس نهايه العالم. وقال لنا ما الاقصاء هل هو شجاعه ام تهرب من المسؤوليه؟ هو قال لك سانك دو باتريوتيزم. هو قال لك انا سانك دو باتريوتيزم انا مسؤول ولست مذنب. انا كرئيس اتحاد الجزائر لكره القدم لم نتاهل الى كاس العالم اتحمل مسؤوليتي واستقيل. لكنني لست مذنبا. قال لي ما قلت لانفانتينو في النهايه قال له انا يعني خليت المنصب تاعي كرئيس الاتحاديه بسبب التحكيم الافريقي بسبب التحكيم. قلت ماذا يعني ذلك؟ لماذا قلت هذا لانفانتينو؟ قال لي اني في وقت سابق كنت اقول للمسؤول عن مستوى الكاف والفيفا انه هناك مشكل في التحكيم، هناك اخطاء كثيره يمكن ان تؤثر على نتائج المباريات. وحين تواصل مع انفانتينو بعد اعلان الاستقاله قال لي ذكرته بهذا الكلام وقلت في النهايه احنا نترك المنصب تاعي على جال خطا تحكيمي. كنت دائما واقول وندد بالاخطاء التحكيميه اللي اليوم كلفت الجزائر المشاركه في المونديال. قال هو مازال مصر على الاستقاله. قلت له لماذا استقلت ثم تراجعت؟ قال لك انا لم ولن اتراجع عن الاستقاله. الذي حدث انه انا جئت للاتحاديه افيك موندا من عند لاسومبلي جينيرال، جيت افيك سكيورتي دو ليست، جيت انا رئيس وفيه القائمه ليكيب تاعي، انا اللي جبتهم معايا باش ينتخبوا عليهم في الجمعيه العامه. هو يقول اخلاقيا من المفروض يستقيلوا، انا استقلت يروحوا معايا، سيمون ليكيب تروح معايا. قال لي انا تفاجات لاصرار ما ذكرهمش بالاسم يعني وقال على تشبثهم بالبقاء يذكر مولدي عيساوي قال وزير سابق واكيد يقصد بهلول ربما يقصد قاسمي يقصد أمامار يقصد العديد منهم اللي ما حبوش يغادروا الاتحاديه. يقول لك هو الرئيس المقبل من حقه يجيب بفريق. قال لي لذلك انا قررت ان ليس التراجع قررت ان اذهب الى الجمعيه العامه اللي اعطتني الموندا واستقيل امام الجمعيه العامه. قلت لكن انت استدعيت مكتب فيدرالي اون اورجونس واستقلت بالصحافه بالصحافه درت ندوه صحفيه ودرت كتبت في السيت في السيت لا فيدراسيون وداروا ان انتريم اللي هو محمد معوش. قال لي انا ما درتش استقاله كتابيه. الاستقاله الكتابيه ما مديتهاش للامانه العامه وهو الطرح تاعو هو الكلام تاعو ولكن اعتقد جازما بانه عاود تراجع ليس من اجل البقاء من اجل ارغام اعضاء المكتب الفيدرالي للرحيل. هذا هو الطرح تاعو. اصر على انه ليكيب تاعو اللي جات معاه لازم تروح. لذلك هو يصر انه يذهب للجمعيه العامه اللي عطاته له الموندا في جمعيه العامه الاستثنائيه يستقيل. وحين يستقيل في قناعته المكتب الفيدرالي معاه يسقط ويكون مطالب بالرحيل. نعم. منير ما بيش لك اطلعت عليه ولكن اعطانا بعض تفاصيل رفيق وحيد. الان ما هو السيناريو المتوقع في هذه الحاله؟ حسب اخر الاخبار انك وزاره الشباب والرياضات طلبت من عماره تقديم استقالته الكتابيه في الجمعيه الاستثنائيه القادمه. والاستقاله هذه تاع هل الاستقاله الكتابيه تاعو اوتوماتيكمون راح تنعكس على اعضاء المكتب الفيدرالي ديالو. بمعنى هذا الرئيس مادام راح يستقيل قال لك الاستقاله تاعو لا رجعه فيها. احنا نعرفوا بلي المكتب هذا خلال عام كامل ما قدم حتى حاجه للكره الجزائريه بصفه عامه. اتحاد ربما نقدر ما نقولوش ما قدمش. لا لا نقول لك ما قدمش سافار هو زاد صحيح فوالا انا زاد نقول لك جو بي بلو لوان. هاد لا كومبوزونت هذه عماره والمكتب تاعو انا نظن باللي ضروا اكثر ما نفعوا للكره الجزائريه. ودوك نولي للشيخ واش كان يهضر لك على لا فورماسيون وعلى هاد الفيدراليه هذه كما قال الشيخ لا ديفورماسيون فوالا. هاد الاتحاديات دوك ماش نهضر على الاتحاديات عمار نهضر على الاتحاديات السابقه كاع
ما كان حتى اتحاديه اعطت اهميه للكره المحليه. نعم. هذا الاتحاد ولا الفاف تاع المنتخب الوطني. الواجهه فقط. هذا ما كان. نعم. ما نكذبوش على روحنا، ما كان الشامبيونات تاع بطولات شبانيه قرابه عامين هما حابسين، واحد مهمشه. كاين مدربين مساكن مون شوماج، كاين بزاف امور، بزاف مشاكل. نزيد لك حاجه بسيطه برك. تفضل خذ راحتك. الحكام عندهم اربع شهور ما خلصوش. رئيس الاتحاديه الجزائريه لكره القدم وعدهم يسوي لهم الوضعيه تاعهم قبل شهر رمضان. اللي هو رئيس لجنه التحكيم. اللي هو هذه مشكل كبير هذا. نعم. هذه سيدي جامي في رئيس فاف اللي كان رئيس فريق، وعنا على بالنا بلي مازال رئيس فريق هو رئيس اللجنه المركزيه للتحكيم. نعم. هذه ما كاش منها هذه، والله ما كاش هذه غير في الجزائر. لا هو عضو، يعني هو عضو رئيس هو كلش. اللجان صهم لي موب تاع البيرو فيدرال، اللجان التحكيم لازم يكون ممبر فيدرال. هذا هو اللي قالوا بصح ماشي رئيس واحد. ما صراتش ما صراتش باش كيما نقول لك شويه مزح مع رمضان، كاين كاميرا كاشي كاين هذا. كي قالوا انت ريسبونسابل، قالوا لا انا هو لا ريسبونسابل. انا اون شاري اون نوش. هذه هي قلت لك زكريا، هاد لا كومبوزونت هذيا راهم يحوسوا، كل واحد يحوس غير على المنصب، يحوس غير على المزاج، يحوس غير على الانتيري بيرسونيل تاعو. علاش راهم متشبتين؟ على بالهم باللي لو كان يطبق عليهم القانون هاد الاربع اعضاء راح يروحوا رادياڤي ويهضروا بالقانون كانهم هما اللي عندهم الحق. نعم. والناس كاع راهم غلطين، الشعب الجزائري كامل راهو غلط، وهاد الاعضاء هادو الربعه هادوما هما اللي عندهم الحق. وانا نقول لك الاعضاء كلهم مادام عماره كانت عنده اوموا كان عنده لو كوراج وديميسيونا. نعم. لهذا سألت رفيق وحنا عاود لك سؤال، هل هو اعتراف أم هو هروب من المسؤولية؟ هل هي شجاعة الاستقالة أم هروب من المسؤولية؟ هي شجاعة، والإصرار على رحيل أعضاء المكتب هي شجاعة أكبر. نعم. لأنه واحد آخر يروح ويخليها. نعم. هنا إعلان ضمني على أنه هؤلاء من أسباب النكسة، يعني إذا كنت أنا مخطئ فالخطأ يتحملوه معايا. يعني كل على الأقل إذا ما قدرتش نردحهم لما كنت رئيسهم، على الأقل كي نروح نديهم معايا. فوالا واش قلت لك، هو راه يمشي بالمبدأ نروحوا كامل. نروحوا كاع. فوالا نروحوا كاع. وهذا أنا والله غير قرار شجاع، أنا على كل حال أنا ماني مع إكس ماني مع إكس. لا نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت. كي راهو يصر باش الناس هذا المكتب بتاعه كاع يروح، هذا والله غير قرار صائب. خاطرش هاد الناس والله ما قدموا حتى حاجة، ضروا أكثر ما نفعوا الكرة الجزائرية. نعم. هاد الناس داروا المصالح الشخصيه تاعهم فوق كل اعتبار. المنير كان نفس الشيء باش ما نتكلموش، لانه انا ما نربطش بين اقصاء المنتخب ونحمل شرف الدين المسؤوليه. لا لا ما عندها حتى علاقه. وقال انا مسؤول ولست مذنبا. الناس ماشي ما حنا فوكاليزينا ما بالراي العام فوكاليز على على رئيس. لا 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 ولا انه اخطاء تاعو كثيره وكثيره جدا في الفوتبول الناشئ. قلت لك حاربوا الكفاءات وحاربوا يعني لي زانتيغر في الفوتبول ويسال فيها، والناس يعني قوى غير دستوريه تمشي راه فيدراسيون. ولكن نفس الشيء كان في وقت اخر نزلتش. اللي كان يدافع عليه جمال بالماضي في بنفس الطريقه، وربما كانت طريقه بشعه يعني اكثر. وما نحملوش غير هو المسؤوليه، ماشي الدكتور ديك نشاط تليمينا اليوم باش ندوروا لافيداسيون. يعني لو كان ماشي ليكيب ناسيونال كي كنا نقولوا كيما جلالي طويل مثلا اللي عنده فضيحه تاع لي في دو ماتش فريق دو شلف، تكلمنا على وصال بشاري مع حموم، تكلمنا على طريقه تاع حموم بحضور اعضاء وتكلمنا على بولفعال كي طلع لا ليغ ريجونال باي طريقه باش نحب المجبر. وقلنا على الحكام اللي ما خلصوهمش، وقلنا على الحكم اللي كان عنده داخل ليليت ا اللي هو بكواسا. لا مش بكواسا، تاع وهران اللي كان فيها داخل اللي نحى بشاري قاموح. لا لا دار قاموح تاع طرونسيكو نبيل بوخلفه. بوخلفه هذا الشيء اللي داروه، يعني قطعوا طريق امام نربط الجيريان باش يمثل التحكيم الجزائري على اعلى مستوى. داروا نربط طرونسيكو يبدا من لاباز. هذه الاشياء طريقه التسيير تاع لا فيدراسيون على النطاق المحلي حنا تكلمنا عليه، ولكن كل واحد حدد كان جوز مرور الكرام، لانه اللي كتمشي كتمشي ما على بالناش بالفوتبول. حنا كصحافه ما على بالناش بالفوتبول، كراي عام على بالناش بالفوتبول ناسيونال، كسلطات عموميه ما على بالناش بالفوتبول ناسيونال. كانت الواجهه هي تغطي كي رابت الواجهه اللي في النهايه لا فيداسيون مش هذا دخل. لا بروف جابوا جاهد زفزف باش يكون انترلوكيتور بينه وبين بالماضي، لانه صرا خلاف وراح من بعد امين لابدي اللي صرا لاكان، لانه امين لابدي تابع بالماضي كانت خلوطه. بصح لا فيداسيون ولات ما عندها حتى دخل. الانترلوكيتور كان زفزف. ومن العيب اليوم نسمع بهلول، من العيبه يعني هذا هو الواقع. كفيدراسيون تشابو دي كان الفوتبول يا اخي، ليكيب ناسيونال اي ليزيكيب تاعنا كلش نورمال كامل. يقول لك بالفم المليان
يا اخي احنا ما كانش عندنا علاقه بالمنتخب. شكون انت في دراسه تاع واش انت؟ وتعرف بها علاش ما راكش في الفيدراسيون؟ هل علاش قابل هذا الوضع؟ واش حاب يقول ما عندي حتى علاقه؟ ما كانش عندنا علاقه بالإشاك، ما عندناش علاقه بالإشاك. وكنحط بالإشاك ما عندناش علاقه كاعضاء مكتب فيدرالي يتكلم على نفسه بالإشاك تاع ناسيونال، يعني ما نتحملش تبعات الاقصاء. اذا حب يروح شرف الدين يروح، لا روح، انا ما عنديش علاقه بالاقصاء. احنا انا قاعدين وخلاص. انت في دراسه ماشي تاع احنا انا قاعدين. شوف الواقع اللي وصلنا له وحنا هاضمينه قابلينه نديروا نديب عليه والناس يقول لا لازم تروحوا. لا ما كانش عندهم علاقه بالماضي كان يسيرها وحده. وهذا الشخص يعني لهذا الشخص يعني وثلاثة الآخرين راهو يتحدث وهو مهدد بإقصاء مدى الحياة. شوف الوضع الحالي بغض النظر عن كل الاعتبارات الأخرى، ما دام وصلوا يهددوا بهلول وجماعته يهددوا السلطات العمومية ويتكلموا بالقانون وهما داسوا على القانون وماشي خايفين من التبعات تاع التهديد تاعهم، تعرف بلي اليوم السلطات العمومية ما ولاش تخوف هاد المنتخبين، ما ولات القوانين الجمهورية اللي يجي يفس عليها. الوضع خطير وخطير جدا، لذلك قلت لك لو نبدل اسم باسم ما حليناش المشكل. نعم. هنا تكون الإرادة السياسية، لو اليوم ما تدخل السلطة العمومية تضرب بيد من حديد. نعم. ونعاودوا سو دي باس سوليد وتكون الاستراتيجية تكلمنا عليها، ممكن نقول دون ليزاني افنير نكونوا اقوياء على الصعيد الاقليمي الافريقي والدولي. نعم. لو نبدل باش نبدل وتخلي اللي ضروا الفوتبول ناسيونال اللي ما قدم ولا خدمه الفوتبول ناسيونال من مجموعه الانتهازيين اللي حاربوا الكفاءات واللي زانتك اللي حاربوا فيهم وقدام السلطات العموميه، لو ما تقدرش عليهم الدوله ما نقدروش نقولوا اليوم احنا نهضوا بكره القدم الجزائريه في المستقبل. وهادو شاركوا في كاس في التتويج تاع كاس افريقيا، يسالوا فيه ولكن الاقصاء ما يسالوش فيه. تفضل مونير. اضافه واش قال رفيق، مادام هضر على الدوله وبيد من حديد، انا نقول لهم الله يرحم والديكم، الناس اللي راهم متكفلين بالتعيينات، احنا على بالنا بالتعيينات راح تكون على الاقل جيبوا ناس اكفاء. نعم. ناس تاع دومان، ناس ديجا واحد يكون رئيس الفيدرالي يكون واجهه. نعم. يعرف شويه فوتبال يا سيدي. نعم. يعرف شويه ادغال افريقيا، وكي نهضر على ادغال افريقيا ماشي معناتها الكولاسه ولا يعرف الامور كيفاش تصير في افريقيا. نعم. جيبوا لنا يا سيدي ناس اكفاء، ما ولا استدعى الامر نعاودوا كلش من الزيرو، نعاودوا يا سيدي من الزيرو بصح باش نبقاو تنحي اكس وتحط ايكلاك في بلاصتو وتخلي نفس الاشخاص يريحوا يدوروا. احنا والله ما نعرفش الفيدرالي كان في عهد زطشي بقى في عهد ما اكبر خطا هو هذا. نعم. احنا نولوا التعيينات هذه يا سيدي، كي تعينوا عينونا ناس اكفاء، ناس تاع كره قدم، ناس اللي يفيدوا هاد الرياضه هذه اللي راهي كفاءه ونزهه بطبيعه الحال. في عهد زطشي بعد كان احمد بعد شوف الجزائريه كيفاش اللي موفي الجزائريه، يبعث ورقه لاحمد حمد لاكاف رئيس الكاف السابق، نحي فلان، نحي قرباج، نحي قريشي، نحي ما سحقهمش ملتم نحي. قالوا دير لي نكري، دار له نكري نحاهم، قالوا نعين واحد اخر، قالوا لا ما تعينش، حبيت نحي خسرنا غادي الجزائريه. نعم. ولو انه ما كناش يعني رؤساء لجان، لانه رئيس اللجنه عندك حداج، عندك قرباج، عندنا في الكاف ممثلين، لانه رؤساء اللجان في الكاف. نعم. كيما في لافاف. نعم. لازم تكون مومبر في ليكزيكوتيف باش ترأس اللجنه. نعم. يكون عضو ومن بعد يكون عندك بالك شرف الدين، الا كان زدت شي زعما تدخل بيرو اكزيكوتيف يحكم اللجنه. نعم. ومن بعد تجيب دياولك تحطهم في اللجان. نعم. ودير اللوبينغ وتروح للمديريه تاع مصر، ما تحاربش الجزائريه. نعم. على الاقل عندك درجه. حنا نضربوا في لابريس نحاربوا بعضنا. نعم. في الفوتبول نحاربوا بعضنا، في مصر خارجيا داخليا احنا في الريزو سوسيو نحاربوا بعضنا، ما نقدروش نتعاونوا من اجل مصلحه الجزائر. وعلاش نقول لك لازم نعترفوا بلي الا لابريس غلطت ولا لافيدراسيون غلطت ولا بالماضي غلط لازم نقولوا. نعم. ما كاينش واحد عنده تحت خط احمر. نعم. لابريف اليوم اللي شاك راهو في الكوتي تكنيك ولكن الضرب راهو في لافيدراسيون. نعم. ولا انه صحيح كان ماشي في لافيدراسيون. نعم. ولكن واحد ما حب يتكلم. نعم. وكانه كل الناس يلتمسون الف عذر للمدرب الوطني، حتى هو من يقول ان المدرب الوطني اخطا ربما شغل ارتكب خرج من الملة. خرج من الملة. حتى عمارة اشار لما تحدث عن الحكم قال انه احنا فقدنا التركيز في غمرة الفرحة وضيعنا قالها ما يعني. وش دار قصمة ولكن احنا اللي فقدنا التركيز. هو الثواني غير هو قال لك هو يعني هو سيفري هو يعني قصمة ما قدرش يمنع هدف توبة مارتينا خلاص، ولكن هو حد يقولها ضيعناها بيدينا، حد يقول بلي هو يعترف ضمني من قاسما كان ضدنا. نعم. وحنا ما قدرنا ندير والو، ما قدرنا نضمنوا حقنا، ولكن كان عندنا فريق اللي سجلنا وحطيناه امام الامر الواقع،
خسرنا من بعد كنا 10 ثواني على المونديال في 10 ثواني نعم. فقدنا التركيز فرحنا كامل فقدنا التركيز نعم. وده فوالا وجا له البيت في النهايه حاب يقول لك نعم. يعني مسؤوليه مشتركه نعم. كاين مسؤوليه شويه تاع اللاعبين نعم. مسؤوليه تاع الطاقم الفني نعم. اللي نسى روحه نعم. مسؤوليه تاع الاتحاد اللي غايبه مسؤوليه تاع راي جماعيه بصفه عامه مسؤوليه جماعيه ولازم الان لازم نعاودوا نولوا نديروا ان بيلون ونشوفوا الاخطاء وين غلطنا ونشوفوا وين باش نشوف الامور اللي نصلحوها باش نحو العداوه يعني لايان بيناتنا نضربوا بيناتنا والناس يدو يبروفيتيو نعم. الماروكا لي تونيزيا لي المصري كل الناس يبروفيتيو نعم. لازم تدخل الدوله لا في دور تاع الدوله ونحطوا الامور في نصابها الا ما تكونش تكونش استراتيجي قلت لك الدوله تدخل بالاله الدبلوماسيه بالدعم المالي بكل شيء نعم. افيك في دورات ما نقدروش ننجحوا لو نبقاو بوضع انه بهلول يهدد في الدوله ازيش نديروا لي بلاطي يا جماعه نعم ببقى لي شي وقت بقاو لي حوالي دقيقتين منير سابق لاوانه لكن هل اكيد يتداول بعض الاسماء كاين اسماء ناس تحدث عن القديم كاين ناس تحدث عن الجديد كاين ناس تحدث عن وناس الان راهم داخل الاتحاديه في صوره ربما جهيد زفيزف اللي يقول لك جاء عنده شهرين ربما صار اقرب حديث عن وليد صادي كيفاش تشوف انت ما تقوليش الاسم رجل مناسب لكن ما هي صفات لا الرجل لا نقدرش نقول لك رجل صفات الرجل اللي لازم يكون رئيس اتحادي خاطر شو قلت لو كان تجبد اسم دوك انت تهضروا باسم يقول كاركتر وجهه كاركتر وجهه راك معاك محسوب على اكس ولا ايكراك انا اللي قلت لك الرجل اللي قادر يخرج الكره الجزائريه من هذا المازق هذا اللي قادر يصحح هذه المنظومه الخاطئه منظومه خاطئه 100% اللي رانا نمشيو بها ما عندنا حتى حاجه تصلح في الكره الجزائريه حاليا نعم. كلش فو ابدا من الشامبيونا وحبط كلش فو عندنا نعم. غير ليكيب ناسيونال وها كي جات خسرت ليكيب ناسيونال كما قال رفيق راحت الواجهه بانوا كاع العيوب كشفوا كاع العيوب نعم. ولات رب ضاره نافعه فوالا نعم. يجي راجل مناسب قلت لك على الاقل برك على الاقل يكون عنده معرفه في الكره الافريقيه هذا ماذا هذه واحد نعم باختصار منير باختصار هذا الرئيس الفيدرالي شيء ما لازمش يخمم غير في المنتخب الوطني نعم. ما يديرش الغلطه اللي داروها الرؤساء السابقين اللي سبقوه نعم. يسي يعطي شويه اهميه للكره المحليه لو كان نصيبوا هذا الراجل هذا شويه انا طالبين شويه أهمية. هذا ما كان انت بالكره المحليه والمنتخب الوطني على العين والراس ماش راح نقول نجدد المنتخب الوطني نعم. لكن شويه حتى الكره راهي ثاني راهي تخرج لنا لاعبين في المنتخب الوطني فعلا دونك لازم نعطوا شويه اهميه لهذه نعاود نولي هذه الله غالب خاطش على بال بلي راح تكون نعم. ولا راكو راح نتعينوا واحد عينونا واحد يعرف الكره برك هذا نعم. ما كان هذا واش نقول انا نعم رفيق اخر كلمه لازم تكون مجموعه من المواصفات قلت لك انا جمعت القول تاعي لازم نفكروا في المستقبل ما نفكروش نبدلوا شخص بشخص نعم. نفكروا نستخلصوا الدروس واش صار لنا نعم. الاقصاء هذا ماهوش جا قصامه نحنا لا كاليفيكاسيون تحبسنا لا لماذا وصلنا لهذه الدرجه وين كنا وين ولينا اليوم قلت لازم نفكروا بتأني عندنا شويه وقت مش كثير لازم نصيبوا واحد توفر فيه كل المواصفات اللي قادر يدير على الاقل واش كنا دايرين في وقت محمد راورا ولكن افيك في دورود ماشي نصولوا هذا ما كان ونتفاداو اليوم تصفيه الحسابات اللي يجي يضرب صاحبه ويريب واش كان من قبل والعداوه اللي تخلقت اليوم في لي ريزو سوسيو على لي زاجيريان اليوم الناس فايتين رايحين للمونديال جيسبر كو اليوم ما يديروش ما عاودوش يكرروا نفس الاخطاء السابقه صح صحورك رفيق برك نترحموا على رشيد عصمه نعم رئيس الرابطه الولايه تجي الكره القدم توفى كي كان مرافق اللي شاد الصوره ربي يرحمه ويوسع عليه نعم سكته قلبيه سكته قلبيه ربي يرحمه ويصبر العائله تاعو ان شاء الله ان شاء الله امين مني يعطيك الصحه بارك الله فيك سامحنا لا هو واش نسامحكم والله غير صافي بليزير ورفيق عندي بزاف ما تلاقيتش به هذا خويا ماشي زميل هذا تاع بكري مقسمه تاع الوطن بارك الله فيك وصحه صحورك صحه صحورك يعطيك الصحه الله يسلمك ما قلتلناش على المدرب يقعد لما يقعدش عندنا لي ديزيشونس في جوان لا يعني انتم تكلمتوا كثير نعم. على المواصفات تاع ناخب بريطول البريزيدون فيديراسيون ولا شيخ باختصار انا في طومور يبقى ما يبقاش انا شغل قاسم نزيدو 4 مينوت لو بلوز امبورطون سي كول شي تراو بالعلم اذا ما نتركزوش على الناس اللي عندهم يعني كفاءات في من ناحيه تسيير علماني ومن ناحيه يعني الكفاءات العلمانيه لماذا علميه علميه نعم علميه ولا واش تقول علميه علميه علمانيه حاجه خلاص علميه لابد تكون كما يقول الانسان في انا يعني نتسائلوا اليوم علاش المعاهد والجامعات
رغم عندهم يعني كما قلت كفاءات كاين كلش، وحتى يعني اللاعبين القدامى اللي يعني يسون كي يسون اللي راهم يسون انتريسون. هادو كما قلت لك لم الشمل ما بين هذه لمصلحه كره القدم، لان اليوم او قالها كفانا من هذه، انا العب هذا ما لعبش، هذا ما كاش فوتبول ماشي سيونس اكزاكت، والناس راهي طايره، راه قربت الحق تولي تلعب الشامبيونات دي موند في القمر، احنا مازلنا نلعبوا ان شاء الله نلعبوا في البلاستيك في حصص اخرى. سنعود للحديث، اذا صح صحوركم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.